طيب معنا اتصال من خالد من أبها، تفضل يا خالد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. عندي سؤال، عندنا تكثر القطط ورميناها بعيدا منا عند أناس يطعمونها، ولكن هربت القطة وأبقت أبناؤها، فأتيناهم بعد أسبوع وسألناهم عنها فماتوا، هل علينا كفارة أو شيء من هذا يا فضيلة الشيخ؟ إذا كان موتهم بسببكم فأنتم آثمون وليس عليكم كفارة، عليكم الاستغفار ولا تعودوا لمثل هذا. نعم.